تحت رعاية معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله الخليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، تم تدشين الخدمة الصحية الأولى من نوعها في المملكة لفئة الصم وضعاف السمع والمتمثلة في تدشين المركز المرئي للتطبيب بلغة الإشارة. تدشين هذه الخدمة تم بتعاون مشترك بين مراكز الرعاية الصحية الأولية وشركة زين البحرينية وجمعية الصم البحرينية، حيث ستلبي هذه الخدمة احتياجات فئة الصم وضعاف السمع من خلال التواصل الواضح والفعال مع الأطباء والكوادر الصحية. للمواصلة بروح الفريق الواحد للنهوض بمملكة البحرين وتقديم أفضل الخدمات الصحية وأجودها، تم تدشين أول خدمة من نوعها في مملكة البحرين لفئة الصم وضعاف السمع والمتمثلة في تدشين المركز المرئي للتطبيب بلغة الإشارة تلبية لاحتياجات هذه الفئة. الحقيقة اليوم أنا سعيد بافتتاح هذه الخدمة الجديدة الحقيقة لفئة خاصة الحقيقة من مواطنينا وأهلنا المصابين بالصم والبكم، وهذه الحقيقة مشكلة التواصل معهم دائمًا يعني كانت مشكلة حق خصوصا في المجالات الطبية، على أساس إن الواحد يبي المرضى يبي يفهم شنو شكواهم شنو مضغوط عشان يبتدي يعني الفحص بطريقة يعني جيدة ومرضية ويوصل إلى الحقائق والنتائج الأكيدة. وتعكس مبادرة نتواصل استراتيجية زين البحرين للتنوع والشمولية بهدف إنشاء أنشطة ومبادرات تكنولوجية تتمحور حول الاتصال الهادف لتحقيق فرص متساوية للجميع. زين البحرين واحدة من ضمن أهم العوامل اللي تشتغل فيها في كل الأسواق اللي موجودة فيها زين بصفة عامة هي الشمولية، شمولية الخدمة وتقديم الخدمة لكل فئات المجتمع. طبعا هذه الفئة ممكن تكون عندها صعوبة في الكوميونيكيشن في الاتصال حتى في توصيل المعلومة بحكم الإعاقة اللي موجودة، فلازم احنا نستخدم التكنولوجيا على اساس ان نسهل لهم هذا التواصل. نحتفل اليوم بتدشين نتواصل وهو اول مركز للتطبيب بالاتصال المرئي، وهذا المركز طبعا يقدم الخدمات الصحية ويسعى لدمج وشمولية فئة الصم وضعاف السمع في تقديم الخدمات الصحية في مراكز الرعاية الصحية الأولية، حيث أن هذه المبادرة هي أول مبادرة من نوعها تطلق في مملكة البحرين. هذا المشروع جدا ممتاز وراح يخدم فئة كبيرة من الأشخاص الصم، بحيث كانوا يواجهون المزيد أو الكثير عفوا من الحواجز التي كانت تعيقهم في إتمام خدماتهم. وتعتبر هذه الخدمة محطة مهمة لتسهيل الخدمات الصحية المقدمة لفئة الصم وضعاف السمع في مراكز الرعاية الصحية الأولية، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة في مملكة البحرين ورسم روح التعاون والعمل المشترك الذي سيساهم بشكل فعال في تحسين مستوى جودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للعديد من المرضى. انطلاق الخدمة النوعية الأولى من نوعها في مملكة البحرين جاءت من أجل تطوير المنظومة الصحية وتسهيل كافة الإجراءات لفئة الصم في المراكز الصحية، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لهم وأجودها. طلال نايف لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.